Thank you very much. This really made me so happy. May I share my opinion on the course, honestly? Yes, sure. To be honest, I've never, ever, ever thought in my life that I will be able to speak English with this much confidence, even in front of people. وانت بعد تقدر تحقق حلمك وتتكلم إنجليزي مثل الأمريكان. في المتوسط أو الثانوي وتحس إن اللغة صعبة، معقدة، جحيم، وصلت الجامعة لكن تحس بالنقص بسبب اللغة، موظف وعندك طموح لكن اللغة توقفك وتحرمك من المنصب والترقيات، عندك اختبار ستيب ومتورط، عندك اختبار التوفل أو الآيلتس وحاسب هم كبير، الحل، كل الحل في الكورس الشامل. معك أبو شاد. يا مرحبا قابلتي، والله تطورت وأنا والله حاب أشكرك. كنت أخذ من وقتك ثواني بس، أنا والله أتكلم إنجليزي ودارس إنجليزي قبل حوالي 25 سنة. اليوم شاد صغيرة وأنا أحاول أطورها، يعني السنين هذه كلها والله ما قدرت. ما شاء الله عليك، انت يعني في شهر او شهر وحاجه ما شاء الله سويت شيء كثير في قاعده بنتي في اللغه، جدا شغل كبير انا لاحظت يعني صراحه يا استاذ، والله حاب اشكر. بعد ما شفت قراءه شاد اختلفت وقواعدها وكل شيء عندها اختلف، تحمست اني اخذها عن الدور انا بنفسي. والله صراحه تحسنت جدا 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 جدا، الحمد لله مستواي تحسن وطفت اللي انا قاعد ادرسها حاليا في الاكاديميه، فجدا سهلت علي واجد اشياء وأشياء أريد أنا كنت درستها وما عرفتها بالآلية حقك، صراحة الحين بروفيشنال فيها. ده والله ملك الحمد، درجات تحسنت، مستوى تحسن، حتى لدرجة أن الأسئلة بالآلية حقك حتى لو ما أفهمها أحلها يعني. ومع الضمان الفولادي مالك عذر، بكل ثقة لا تدفع إلا بعد ما تجرب، لهالدرجة أنا واثق إن راح تعشق اللغة. وابتدى التسجيل المبكر في الكورس الشامل واللي يعتبر أقوى كورس تأسيس لغة للمبتدئين. هذا الكورس بوابتك لاختبار ستيب، آيلتس، توفل. الكورس الشامل عبارة عن 6 دورات في دورة واحدة، دورة تأسيس القراءة واللي راح تمكنك تقرأ أي كلمة قدامك، دورة تأسيس القواعد من الصفر، دورة القواعد المستوى الثاني، دورة المحادثة والاستماع، دورة الكلمات والعبارات الشائعة، ودورة الكتاب، وكل دورة تكمل الثانية. الكورس يبدأ 18 أغسطس ومدته 10 أسابيع. هذا الكورس للذكور والإناث كبار وصغار. الرسوم الأصلية 6200، لكن رسوم عرض التسجيل المبكر 2399 ريال فقط. هذا العرض يقفل 8 أغسطس. سجل الآن عبر هذا الواتساب. جرب، ما راح تخسر شيء، لكن أكيد راح تخسر لما ما تجرب.